أنا سمعت هذه القصة أنك كنت في مجلس يا شيخ، واحد كان يتكلم من راح أفريقيا وأسلم على يديك كذا ستة، أنت بقيت تضحك. 700 شخص في جلسة واحدة. يعني كان فيه سبحان الله حاكم، وأنا أول مرة أشوف مثله يعني. رئيس القرية الزعيم، الزعيم هذا زعيم يعني، أما البقية فهاه نص نص، لكن هذا زعيم ما يمشي إلا بوفد وبحرس ويعني بأبها سبحانه. أي نعم. وكان معنا سبحان الله من الدعاة، كان معنا رجل كان أحد المحسنين يحجج كل سنة 10 أشخاص ما شاء الله من رؤساء القبائل، وكان هذا اللي معنا منهم. نعم. يعني من هؤلاء 10. فجيت أنا وتكلمت عن محاسن الإسلام وعن الإسلام وكذا، ثم تكلم هذا الرجل. نعم. هو كان رئيس يعني قرية أو قبيلة الزعيم. أو نعم. فسبحان الله يعني فعلا رؤية مكة والمدينة والمشاعر والحجاج يختلف يعني في تأثير النفس سبحان الله. فيقول الأخ هذا يقول ترى احنا كلنا زعماء، احنا عارفين الشغل يعني، كان يقول كله بالسحر والكهانة وكذا. ايوه. وانا رحت المدينة وشفت النور بعيني كذا يقول سبحان الله كذا سبحان الله يتكلم بحرقة، انا شفت مكة والمدينة وشفت النور بعيني والله. الرجل هذا سبحان الله ما انتهى من الأخ هذا، انتهينا إلا أسلم على طول باشا، لأن الكلام الشيخ من القلب إلى القلب سبحان الله، خاصة هذا الزعيم هذا اللي جاء الحج. فسبحان الله قلت له طيب والإخوة والناس؟ قال هؤلاء كلهم يسلمون، وجمعهم كلهم سبحان أيوه. الله وكان قوي سبحان الله، حتى قال إحنا نبغى مسجد وكذا، قلت له خلاص في مسجد، فيه كان واحد تبرع، قلت له أنا أجيب لك مسجد. ولكن سبحان الله بعد يعني شهر أو شهرين توفي هذا الرجل سبحان الله، ما استطعنا أن نبني مسجد. الله المستعان. إيه والله ما استطعنا، لأنه كان يعني هو مسيطر يعني هو قوي قوي جدا على المنطقة، وهي تعتبر يعني سوق، وهم يعني يتغلبون النصارى عليه يعني متغلبون، فما استطعنا أن نبني. الموقف الثاني كان فيه أحد أيضا طلابنا اسمه دوتي عثمان. نعم. قال لي أنا أبغى مسجد في قريتي، فكان في أحد المحسنين وكلمته وبنى مسجد، فرحت سافرت وقلت خليني أشوف المسجد. أيوه. فزرت الأخ الطالب هذا، وبعدين شفت المسجد وإذا برجل كبير في السن، قال لي يا شيخ، قلت له هذا مسلم؟ قال لي لا ما هو مسلم، الرجل كبير ما هو مسلم، قال لي لا ما هو مسلم. أخذت أتكلمه، هو سبحان الله رجل كبير في السن يعني يمكن أنا أعطيه يعني 80 يمكن، لكنه بشوش ويضحك فأنت مسلم؟ قال لا ما مسلم. ليه ما تسلم؟ أنا أتكلم أنه هذا يترجم وتكلم. قال لي خلاص أبغى أسلم سبحانه وأسلم الحمد لله. أي والله الرجل اللي معي يعني كأنه ذهل من, من, من يعني من إسلام الرجل هذا، وأنا ما أدري يعني حقيقة ما أدري، بس كل ما مشينا رحنا القرية رحنا الناس نزورهم كذا، ويقول لهم ساوهم الله أكبر الله أكبر إنه فلان أسلم. إما أنا ما أدري إيش يقول، ما أدري إيش يتكلم يعني بلغتهم يعني يتكلم. فبعدين سبحان الله جيت يعني أول طالب هذا تخرج يعني، فجيت وهو جاء للحج أو للعمرة في رمضان، قال لي تذكر الشايب ذات اللي أسلم؟ أيوه. قال هذا ما في منكر في الدنيا إلا سواه. الله المستعان. وكنا نكلم عن الإسلام ويضحك، واستغربنا لما أسلم عليك، وظنينا ان الرجل مجامله اسلم مجامله. أنا. يقول فسبحان الله بعد ما فتحنا المسجد كان هو اللي يفتح في الصباح سبحان الله، وهو اللي يغلق، ما عنده لا اولاد ولا عنده اي شيء، لازم المسجد هذا. وبعد شهرين توفي هذا الكبير. حتى كنت يقول لما كنت ازور بعض القرى واقول لهم مستغربين يعني هذا رجل ما يسلم هذا. الله المستعان. من كثر ما يؤذي. ايوه سبحان الله.